الاستخدام. الاستخدام المستقل للشخص الأول، الاستخدام الأول. إن الأمثلة القليلة الباقية للاستخدام المتعدي المعلوم والنادر في مرحلة المصرية القديمة عادة ما يكون استخداما قصصيا مع الشخص الأول. ويتكي رنئي إربو غريناثر، أضع اسمي بالمكان الذي فيه الذي كان فيه الإله. إيركوي ميساتا إنسمت، تصرفت كثعبان المقبرة. طبعا ساتا ثعبان، شيطان ساتا. جيتكي قلت، وفقط مع أفعال ريخ يعرف خصيصا نجد شيوخا في استخدام صيغة الحالة. ريخكوي آخ إس إن إريسي تبتا، علمت أنها كانت مفيدة لمن مارسها على الأرض، المقصود ممارسة الحق. الاستخدام الثاني، وهو استخدام يفيد المبني للمجهول مع الأفعال المتعدية، في حين تستخدم صيغة سج من أف لتفيد المعنى المقابل في المبني للمعلوم. فكاكوي إم عغنوتي. فكاكوي إم عغنوتي، قفئت في غرفة الاستماع. هاكوي إم إبت إن سيرمن، أرسلت في مهمة إلى الموظف فولين. الاستخدام الثالث، مع أفعال الحركة استخداما قصصيا. غنت كي أرئنت بياو النبو، أبحرت ضد الطيار لأحضر العجائب الذهبية. خين كوي أرئيو إن كيموير، توقفت عند جزيرة الأسود العظيم. الاستخدام الرابع، مع الأفعال الوصفية وأفعال لازمة أخرى. شيبسيسكو عاقو، كنت سريا وكنت عظيما. ريسكوي حرأس جرح مي حرو مي هرو. ريسكوي حرأس جرح مي هرو، رقبت إياها أو صوبت نظري نحوها ليلا ونهارا. جرح مي هرو، ليلا ونهارا. وعليه فالاستخدام المستقل للشخص الأول في الجمل الأساسية يوضح تنوع المعاني التي يمكن التعبير عنها باستخدام صيغة الحالة على حسب قدر ما يكون الفعل متعديا أو لازما بالسؤال، أو كونه فعلا حركيا أو فعلا وصفيا. إن نفس هذا التنوع الدلالي ينطبق على كافة استخدامات صيغة الحالة، ولا يمكن الإشارة إليه تحديدا حالة بحالة. الاستخدام التعجبي للشخص الثاني والثالث، يستخدم الشخص الثاني والثالث لصيغة الحالة بصورة مستقلة في صيغة محددة للتعبير عن التحية أو التحذير أو النصيحة وما إلى ذلك. وينبغي ملاحظة أنه فقط في هذه الحالات تميل المصرية القديمة إلى توظيف شبه الجملة الظرفية، وهذا ما يمكن ملاحظته في عبارتي احترسوا وابتعدوا. حرتيوني إر ونم عدو، احترسوا من أو كونوا بعيدين عن، حرفيا ابتعدوا عن أكل سمك عدو. ساتي حر سب إن محت إيب، احترس من أي حالة إهمال. وهكذا أيضا في بعض التحيات الخاصة، ETNE مرحبا إلي، حرفيا جئت إلي. جيتو إن أف إيو إم حتب إن ورو نو أبجو، حينئذ قيل له مرحبا من قبل عظماء أبيدوس. هذا وتمثل إيوي بمعنى مرحبا صورة أخرى لتحية لها هيئة مماثلة، وقد يمكن تصورها كاسم فاعل مبوع بالنهاية التعجبية وي. وفيما يلي أمثلة أخرى من نوع مشابه، سينتي سيبتو نجس إر بيرك. وداعا حرفيا كن صحيحا مرتين أيها الرفيق إلى منزلك. حستي إنريخي إنو إري، إن راق لك حرفيا كن محمودا فلا أعرف عددها. إن راق لك فلا أعرف عددها. وإلى ذلك أيضا ينتمي التعبير الأكثر شيوعا وشهرا عن خوجا سنب أو عن خوجاو سنبو، ليحيا ويزدهر ويصح، والذي عادة ما يأتي بعد لفظة نب أو نبئي، نب سيدي، وأسماء الأشخاص المبجلين، ولا سيما بالخطابات أو الرسائل. إن هذه الصيغة لها وجود أيضا وإن كان على نحو نادر وفي حالات متفرقة،
فيما قبل الأسرة السابعة عشر بعد مفردات معينة مرتبطة بالملكية: إي تي ملكة وعاهل، وحم إف جلالته، وفرعة فرعون البيت العظيم القصر الملكي، وبرنسو بيت الملك، وستبسا القصر، بالإضافة لعبارات أخرى مثل عنخوجت ليحيى للأبد، والتي توضع بعد أسماء الملوك، وعنختي لتحيا وتأتي بعد أسماء الملكات والأميرات. ويلاحظ هنا أنه ليس مستحيلا أن بعض من هذه الصيغ الحالية قد تكون من بقايا صيغ أكثر اكتمالا، ففي علم اللغة نجد أن التحيات وما إليها في كل اللغات تميل لأن تكون صيغة مختصرة من تعبيرات أكمل، كالتحية بمورنينج في الإنجليزية بدلا من الصيغة الكاملة جود مورنينج على طول، أو كقولك سلام في لهجتنا المصرية العامية بدلا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استخدام صيغة الحالة كشبه جملة حالية: تعد شبه الجملة الظرفية الحقيقية virtual close of circumstance استخداما حاليا شائعا لصيغة الحالة، وبموجب هذا الاستخدام الشائع مع كل الأشخاص تتصل صيغة الحالة ببعض الأسماء أو الضمائر السابقة بالجملة الرئيسية بهدف وصفها أو تحديدها أو بطريقة أو بأخرى. سيبرين ويج بن إرئي آحا قوي آحا قوي إم حر إيب وحوتي. وصل هذا الأمر بينما كنت واقفا في وسط قبيلتي اللي هي وحوتي أو وحوتي قبيلتي. إيرن إي حروخمت وعقو قضيت ثلاثة أيام وحيدا، حرفيا كوني وحيدا. إير إي ريخ أكتو إيو أك إم ساس خبرتي إم نتي إن ما تو إف سأجعلك تعرف نفسك وكونك رمادا وصيرورتك كمن لا يرى. كمن لا يرى اللي هي طبعا نين ما تو اف او نين ما تو اف يعني زي اللي ما يتشافش. واح عن خن تبتا وجا تيوني ستطول حياتكم على الارض لكونكم اثرياء. وجا حم اف حر ورريت نت جام صعبو ام خقرو اف نو راخت. ارتقى جلالته فوق مركبة ملكية متزينا بردائه الحربي، او حرفيا كونه متزينا بردائه الحربي. عادت كمعاتنا بسلام، أو حرفيا كونها سالمة. انسب مائك إيو بن خبرو إم نوي لن ترى مطلقا هذه الجزيرة ثانية لصيرورتها بحرا. ويذكر جاردنر في مقارنته لصيغة الحالة المصرية القديمة وما يقابلها في الإنجليزية ما يلي: وكما تظهر الترجمة فصيغة الحالة تقابل في الإنجليزية ومختلف اللغات أكثر من مفهوم، فهي تقابل مثلا في الأمثلة القليلة السالفة الصفة الخبرية alone بمعنى وحيدا، كما تقابل التركيب التصريفي your being prosperous بمعنى كونك أو لكونك سريا، وكذلك it having become بمعنى كونها لصيرورتها، كما تقابل الجملة الحالية as I stood بمعنى بينما وقفت، وتقابل أيضا الحال safely بمعنى بسلام. وقد يكون من المناسب أيضا في بعض الأوقات أن يستعاد عنها بشبه جملة أساسية. بيت حرقك ديتي مستبت يحو حرقتك السماء فوقك أنت موضوع بعربة الموتى السيران تجرك. دونما ضمير يمكن الاستناد عليه، فإن صيغة الحالة DT لم يكن من الممكن استخدامها، إلا أنه يحدث وفي حالات نادرة ألا يسبق الضمير بل يتبع. ففي خنتي بح إن إف واوت مبحرا ضد التيار بلغ واوت
أو مبحرا بلغ واوت اللي هي واوات يعني، نجد أن خنتي تظهر كصيغة حل، إلا أنه على التوازي وبموضع آخر كما في خنت كوي بحن إي أبو، نجد على العكس أن خنت كوي هنا تظهر من خلال الصيغة خنتي لتدل على الظرفية أو الحالية، رغم أنه مع الشخص الأول كان الأقدر بها أن تكون فعلا أساسية.